منا هيدي ما شاء الله سحبت عيونها بتجنن. من هيدي؟ هيدي فرح مدبرة المنزل يا فارس، ما أول مرة بتشوفها. صاروخ صاروخ، ما شاء الله عليكي، شو سحبة هالعينين؟ لو بعرف هيكي اتجوزتك أنت ما أخذت تريا. أحلى من تريا ألف مرة، المظبوط الواحد يقول اللي إله واللي عليه. شو ملك الجمال؟ كات! ايش في؟ مشان الله الزلمة ايش هاد؟ شو مالكم يا جماعة الخير؟ شو احنا من الثريا وما احنا انا اللي بنقي الادوار، انا المخرج، انا اللي بقول هاي بتلبق مدبرة منزل، هاي بتلبق هندية، هاي بتلبق شغالة، انت شو لك دخل؟ سب السنت لا تنجرد، انت بتشد حالك رح يفقع رح يفقع يا زلمة. افقع ولا ما افقع؟ ان شاء الله افقع واخلص منكم، خلص اعمل اللي بقول لكم عليه واحكي لبناني واعطيها نظرات خفيفة هيك شوي بعينيك. يا زلمة انتوا جايبين الخدامة احلى من بطلة المسلسل؟ شو لك انت؟ يا زلمة تجوزونا اياها، وبعدين يا اخوي من ايمتى الخدمات في هالمسلسلات؟ علي الطرباش لو اللي شغالة مع احترامنا بجمالها ما بتضل مرة على ذمة جوزها. طلع يا زلمه صواريخ بتجيبوهم في هالمسلسلات، وبعدين ثاني يا زلمه الشغاله ومش شغاله وربط مزه، هلا في بيبي سيتر بتقعد ساعتين ثلاث ساعات، هيك القانون العالمي، مش محشوره بزنزانه متر بمتر. هي بني ادمه لها حقوق، بيبي سيتر هالايام في قانون. يا زلمه حل عنا، والمسلسل متروك مسروق، هذا مسلسل تركي، والاتراك سرقينه من الهنود، والهنود سرقينه من الرومانيين، حل عنا يا زلمه. وقال ايش؟ عرس بيروت، واحنا ما بنتجوزش هاد، وهذا مش من مستوانا يا اختي. ما هم اللبنانيه مكلين هوا، مكلين هوا في لبنان، الكهرباء بتيجي ساعه اذا مش لاقيين ياكلوا في لبنان. والله ما ذبح لبنان الا مسلسلاتها، شوهت كل لبنان. مسخمين اللبنانيه يا زلمه، مكلين روح الخل. اسكت، قال عرس بيروت. بدكم عرس بيروت؟ هاي اللي عرس بيروت اللي في الساحات، اللي بتظاهروا ضد الفساد، اكلوهم اكل هذول الفاسدين. روح على بيروت وشوف عرس بيروت اللي عن جد يا سيدي. فارس اخذ القرار. شو قرار؟ قرار يتزوجها لسوريا. بس هيدي منا من مستوانا، على جستي إذا هيدا الزواج بيمشي. لا تروح بعيد، ببطل أقشع، نظري خفين وما بشوف من بعيد. شو في يعمل لك؟ ركب لك عوينات؟